شرف كبير ان احنا نتلقى الدعوه الكريمه من حضراتكم، وان انا يعني على المستوى الشخصي متشرف بوجودي مع طلابي اللي يعني رفعوا راسنا وبينوا الى اي مدى ان الطالب المصري اذا اعطي المساحه ودعم من قبل الجهه اللي بينتسب ليها، حضرتك حدث ولا حرج على مستوى الابداع اللي ممكن يصل طبعاً اليه. طبعا ده بكل تاكيد. بس خليني يا دكتور في البدايه اعرف من حضرتك، احنا بنتكلم على تاهلهم لمسابقه في الولايات المتحده الامريكيه، مسابقه دوليه اكيد هيكون فيها تحدي كبير ومنافسه قويه، لو تكلمنا عن هذه المسابقه في البدايه وتاهلهم كمان لهذه المسابقه. بدايه المشاركه في المسابقات او المسابقات بوجه عام هو يعني احد السبل اللي المؤسسات التعليمية بتدعمها حتى يتم ملء الفجوة ما بين الجانب النظري والواقع التطبيقي. فلما الطالب يجد نفسه مشتبك مع قضايا محلية إقليمية كانت أو دولية، فهو بيحاول إن هو يستدعي الجوانب المعرفية والمهارية اللي تم تعاطيها داخل قاعات الدرس من أساتذة ومحاضرين، بحيث ان هو بمفردات معينه وفقا لسياق المسابقه يحاول يوظف هذه المعارف ويطبق هذه النظريات بالشكل اللي يخلي في تطويع، وعاوز اقول شكل من اشكال المحاكاه اللي بترفع مستوى جاهزيته، لانه لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن ويتخرج يواجه سوق العمل دون ان يكون هناك اي خشيه ولا في حاله انزعاج من ان الجانب النظري اللي خده مش مؤهل ليه في بيئه العمل. وبالتالي المسابقه اللي احنا بصددها النهارده هي احد الاشكال اللي بتدعم الجانب التطبيقي وبتستدعي الجوانب النظريه اللي تم تداولها داخل قاعات الدرس. من ضمن المستجدات اللي ظهرت على البيئه التعليميه لا سيما المصريه اللي هي الانترناشنال بروفيشنال سيرتيفيكت اللي هي الشهادات المهنيه الدوليه. جميل. والجهه اللي هي بريميا اللي هي بروفيشنال ريسك مانجمنت انترناشنال اسوسيشن اللي هي جمعيه تاهيل مدير المخاطر او جمعيه دوليه لتاهيل مدير المخاطر، من ضمن الجهات المانحه لشهاده من الشهادات المعترف بها دوليا. وهذه الجهه ايضا بترفع مستوى الوعي باهميه اداره المخاطر لا سيما بالنسبة للقطاع التجاري. خلينا نقول برضو أن من ضمن المهام المنوط بها هذه الجمعية تنظيم مسابقات زي المسابقة اللي احنا بصددها النهاردة. ده بيخلي زي ما قلنا في حالة استدعاء للمفاهيم المالية والمحاسبية اللي بيتم تداولها، وبيشوفوا إلى أي مدى المؤسسات التعليمية جاهزة طلابها لبيئة العمل.